سميت الحائية لأنها على روي الحاء، على روي الحاء، مثل الميمية لابن القيم والنونية، لأنها على روي النون أو الميم، فالنظم يسمى برويه إذا كان على قافية واحدة، إذا كان على قافية واحدة فإنه يسمى باسم هذه القافية، كان على الحاء، على الميم، على النون، فيقال النونية، الحائية، الميمية، وهكذا.